رجع الفرح على باب بيتي دأ. باب بيت الفن يطرق أهلا وسهلا بشاعرتنا سهام الشعشاع. تفضلي. أهلا. شو رأيك فيني وأنا ألقي قصيدتك؟ هل تهمك الألقاب؟ أنا جريئة نعم، وأفكاري يمكن تكون يعني جديد بالطرح، بس ما توصل لحد الوقاحة أو كسر المحرمات. بالشعر تحديداً ما فيك تكون بطل كل الأحداث اللي عم بتصير. هلأ خلص ما عاد إلو لأ، صليت ياما كتير تلاقيك. حلو يكون عندك شريك يتقاسم معك الأشياء اللي بتحبها. الكتابة نفس الشيء، هي حالة من حالات التطهر من الوجع على الورق الأبيض. بيت الشهرة. بيت الشهرة، وأنت ما شاء الله محتاجة شهرة. بس لكن أنا هيدا ما بيعني لي. بيت الأسرار. بيت الأسرار. لا والله. سهام الشعشاع. أنا سهام الشعشاع، بس مين حضرتك؟ أنا حارس بيت الشهرة، وهذا بيتك. تفضلي. انه ما دامك حارس بيت الشهره، انا حارسك، وما دامك من اهل الجن، يعني انت من اتباع الشعر. بالعكس. الشعر بالنسبه لي هو انك تكتب الشيء المدهش، مش مهم الثوب اللي بترتديه القصيده. ترفع بشاير طلتك على كل شجره طير. فينا نستذكر ايمت بلشتي اول قصيده كتبتيها؟ كان عمري 7 سنين لما توفى والدي. كانت بتبشر بأنه في حدا حقيقي بهذا المجال، يعني لما كل اللي تابعوا أو كل اللي قرأوا القصيدة قالوا أنه في حدا موهوب وراها. الحب لما بيكون بكنف زوج غير لما يكون حب المطلق. يمكن وهم عمري المرأة أثر علي وزاد كل الدنيا والعز والشهرة، مش قد لما تغمرن غمرة ويقولوا يا أمي انسى معن همي. بدنا نكشف أسرار، ما بدنا نخلق أسرار. زعلت، كان موضوع يعني خلص، ما لأنه طويت الصفحة ما لازم أرجع أفتحها. بس كنت تحت الضوء إجباري، زعلك، كان فرحة. كان فيك وقت تزعلوا بدون ما حدا يعرف. ليش عبرتي وعملتي الموضوع رأي عام بدل ما أنت تسكتي عن الموضوع كرمال يصير ضجة؟ سجون، انكسارات، حماقات إلى آخره، بس هاي كلمات مفتاحية. يمكن بمطارح تأخرت لعبر لأنه قلت أنه كان الوجع أقوى من اللغة نفسها. أنا بدي أقول لك شيء، أنه بالمواقف الكبيرة، بالمواقف الأساسية، وقت بتحس المعطيات كلها حواليك تغيرت وإنت رايح باتجاه ومش قادر تجاري هذه المعطيات، معناتها فيك شيء خطأ. أنا قصيدتي مرآة لحالي. ممكن تقدمي قصيدة وتتغنى مشان اثنين يحبوا بعض بدون ما تقبضي حقها؟